حاجة في بعض الفيديو. الاتصالات اجتني من كامل المناطق اللبنانية بوجود سوريين ولبنانيين على متن هذا المركب. الامور اللي بتخلي الواحد يعني ينشغل باله، هذا المركب طلع 12/12/2023 من شمال لبنان الساعة 3 إلى 3 صباحا، في تواصل مع الأهالي على التليفونات اللبنانية والدولية بتبقية للساعة 6، على 6 صباحا في أحد الأشخاص بعد فويس إنه إحنا وصلنا للمياه الإقليمية، اختفى الاتصال واختفت التليفونات وما بقى في تواصل مع حدا نهائيا. ما وصل معلومة أي معلومة للأهالي، صرنا نحن نفتش، نحن كمركز إدارة للدراسات القانونية عملنا الإجراءات الدولية، يعني راسلنا مفوضية الأمم المتحدة بأبرز شؤون اللاجئين، راسلنا المقررين الخواص المعنيين بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة، وطلبنا الضغط أو على الأقل مراسلة أبرز بشكل سريع جدا لنعرف إذا هالأشخاص موجودين على الأرضية ولا لا. اللي عملنا بعدين جمعنا الداتا، صرنا نتصل بالأهالي قد ما فينا، معنا نحن بالداتا تقريبا 75 اسم من أصل 85. هيدول الأسماء معنا، بعتنا فيهم للأمم المتحدة، بعتنا فيها للمرجعيات الدولية، لحد هلأ ما عنا أي جواب. السيناريو الأول أنه هذا المركب تم اعتقاله على يد السلطات القبرصية، علماً أنه في أشخاص لأنه بقبرص راحوا سألوا عن السجون، لحد هلأ ما في كله إنكار، ما في أي شيء بيأكد هذا الموضوع. السيناريو الثاني أنه هذا المركب ممكن لا سمح الله يكون غرق، وهذا أنا هلأ اليوم بستبعده لا، لأنه لو غرق لا سمح الله كان فاش والجثث أو كان بيّن شيء منهم بالدول المحيطة بقبرص. السيناريو الثالث أنه هذا المركب ضايع بالبحر،